حبيت اليوم غنحاول نقدم لكم كيك اللي كتجي خفيفه وبمقادير بسيطه ولذيذه، وملي كتكوني كطيبيها فريمون كتحسي بالريحه ديال الكيك في الدار وكتجي لذيذه بزاف. غادي تجربوها ان شاء الله وهتعجبكم. ندوز دابا للمقادير وطريقه التحضير، خليكم معايا. بالنسبه لتحضير هذه الكيكه غادي ندوزو للمقادير. غادي نحتاجو كاس ديال العنبه اللي غادي نعبرو بيه، غنحتاجو كاس ديال العنبه للزيت المائده، جوج كيسان ديال الفورس، كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده، واحد فلون بنكهه الكراميل. هذا هو السر ديال هاد الكيكه لانه كيخليها تجي رطيبه ومفشفشه، وثلاث البيضات، ثلاث الخمارات، وواحد ديال الفاني. هادو هما المقادير البسيطه اللي كنحتاجو لهاد الكيكه. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير، خليكم معايا. اول حاجه غادي نديروها غنحتاجو ثلاث البيضات، غنديرو معاهم كاس ديال السنيده، واحد فاني باش نسموها، وغادي نخلطو هاد المقادير حتى تولي. فوالا كيولي بحال الكريمه، كيولي اللون ديال الابيض. من بعد كنضيفو كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، ساشي ديال فلون كراميل ولا نكهه الفريز ولا نكهه البنان على حسب كل واحد والذوق ديالو. انا كيعجبني الكراميل، كتجي واحد لوكو ديالها زوين بزاف، وحتى ديال البنان كتجي زويونه. ونعاود نخلطوها، من بعد غنضيفو الفورس. انا هاد الفورس عندي راه مغربل، يعني بالنسبه لكم ما كنتوش مغربلين ضروري ما يكون مغربل. كيسان وثلاثه الخمارات ديال الحلوه، نعاودو نخلطو الخليط. كتشوفوا الخليط ديالها كيجي خفيف، فوالا بحال هكا ندير لكم السباتول، كيجي خفيف ما كتجيش داك الكيكه الثقيله بزاف، كتجي خفيفه. ودابا غنمشيو ندهنوا المول وغادي نرشوا بالخليط ديال الكركاع واللوز والشريحه مطحونين، باش كتجي كدير ديكوريا، يعني ما كتحتاجوش نديكوروها ابري. وفي اللذه كذلك كتزيد واحد اللذه زوينه بزاف، بحال داير لي خويسك مع الكيك.
غندير واحد شويه ديال الشريحه. انا كندير هذا الخليط هذا ديال الشريحه، شريحه مطحونه باللوز والكركاع، كيكونوا عند الادوك التعاونيات وهذا طبيعيين وزوينين صراحه. انا كنبغي نضيف هكا شي معلقه مع الكيك باش كتجي من الداخل، وكنديرها كندهن بها حتى المول. فكندير تقريبا بحال القيمه ديال المعلقه كبيره، وكنخلطها. وغندهن المول باش غادي ندير غادي نديرها من الفوق. وغادي ندخلها الفران اللي كان ديجا مسخناه. انا عندي فرن كهربائي كنكون ديجا مسخنه قبل ما نبدا في الكيك. بالنسبه اللي عنده فرن بلا ما نديرها الكيك، هي دابا طابت كيف ما كتشوفوا كي ولات فريمون كتجي لذيذ. ما تحتاجوش انكم ديكوروها من الفوق، لان هذاك الخليط ديال الكركاع اللي مخلط باللوز والشريحه كيجي مديكوريها، كتجي خفيفه من الداخل ديالها. نحاول نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا الداخل ديالها كيفاش. كيف ما كتشوفوا كتجي رطبه وهشيشه ولذيذه بزاف وخفيفه. فوالا نحاول نقربها لكم الكاميرا. فوالا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي رطبه وخفيفه بزاف. يعني فريمون غادي تجربوها وما غاديش تندموا عليها. بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر ووصفه اخرى. شكرا.